أصحاب وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. تغيرات طباع وصارت أنواع. ما السبب يا ناس ولماذا؟ يك شراسة من طبع السباع والطيبة في الإنسان منذ الولادة. خلي والمكر والغدر للوحوش الجياع، وإحنا نخليه والحلم فينا عادة. لاش تطاحن لاش صراع، واجبنا الحب لأبعد مدى. لا تجعل غيرك عرضة للضياع، وتسبب له التعاسة بدل السعادة. لا للضياع لا للضياع. مسرح الإذاعة المغربية يقدم لا للضياع لا للضياع، مسلسل اجتماعي في حلقات. تأليف وإخراج أنور الجند. الحلقة 38. خسارة عزوز، خسارة خسارة. كنت سد التليفون. عييت عييت للا كريمة اتصل، عييت بغيت كمرضية الوالدين غير تشي باش تلقي مسخوط الوالدين وتضربي لي شي شوها قدام هذيك القورية. ما عندها ما دير عزوز، طبيعي كان خاصها في البورتابل في القسم، ما يمكنش بوندون لي كوك تخليه مشعول. كوني صحابني اختي منى غادي يجي ما كنتش نطفيه، كون كان على بالي الجيفة غادي يبان كون خليته واخا غير في فيبغور. حتى دابا ما طراباس يبان يبان، ولكن قول لي مرضية الوالدين مالكي ما تسمريش وتعسي عليه باللي يكون خارج من باب الفيلا. ويلي حتى انت عزوز، زعما انا ما غنفكرش في هاد القضيه. الفيلا اللي كانوا ساكنين فيها راه كراوها لشي سفاره، وهما بناو شي فيلا اخرى رحلوا ليها، وهي دابا اللي ما عرفتش انا العنوان ديالها. طلع يا مال معاهم جات فيلا كتلوحهم الفيلا. اللهم لا حسد، ولكن الا بالحلال الله يزيدهم، والا كان بالحرام الله يفضحهم. وفي كل الأحوال بني وعلي وسير وخلي. قل لي يا قل لي يا عزوز، قلتي هذيك اللي معاه منين بلاد؟ من دول اسكندنافيا للكاري، واسمها كارول. المهم واحد الزرافة فين يبان جوردان ديال الباسكت في الطولة، طويلة وبيضة وشعرها زعر، والعينين فين يبانوا المشاش بالزروقية، والكتف عراض تقول بطلات العالم في السباحة، والصباع أطوال والحجبان. أيوة صافي صافي، على هاسيدي دانيماركية بغيتيها تكون شعرها حرش وقصيرة وعينيها خايبين. وكويفية وحشيشية للا كريمة، وشواربها زورق بالنيكوتين، وتحت عينيها كحل كحل بالدخان والصير وشي كحبات. عندها تقول كتشف الشقوفة ديال الكيب، وعينيها حمر بلا الكول اللي كدمغ، ما عرفش اش عجبو فيها. خلى الزين المغربي الأصيل ديالك لالا كريمة، والجمال الرباني اللي ما فيه الضوء، والنور الطبيعي الساطع من الحنيكات والعوينات، والشعورة الذهبية اللي ماشي زوار حتى الزعيقين، والطولة المعقولة، ومشى لسقف وحدة كيبان قدامها بحال شي قزام. بالعكس بالعكس أمونة، مرضية الوالدين أنا مراوغ ومجامل مع كل شيء إلا لالا كريمة الكريمة اللي ديما مفرحاني بكرامها. والكريم فيه وفيه كرم الكلمة، وكرم الاعتبار، وكرم التواضع اللي بعيد على التعالي، وكرم التدويرة الله يخليها ليا. وصافي عزوز تي في خلاص، ما كنت ما تستاهلش. المهم قل لي انت عارف هاد خيتي على ما فهمت لالا كارين؟ هاد كارول كانت عنده بها شي علاقة قديمة شوية، لان حتى مو با كيعرفوا امها وبا وباي اللي مدخلي لدرجة كبيرة. ايوا كملي من راسك. طلقات يعني الحرية والتفتوح كيف كيقول، يرزيني فيها حرية. عزوز عزوز طلعنا الله يهديك. حاضر 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 مرضي الوالدين. سمحوا لي سمحوا لي نمشي نشوف الكليان، الهضرة خداتنا. انا جاي. طلق طلق عزوز طلق. احياني اختي منى. مالك كريم؟ كنشوف هاد الجملة ديال الحرية والطلقات اللي قالها عزوز، راه بحال هاد الافكار اللي خرجوا عليا. حتى سلمت راسي لواحد بحال كمال. انسان ما عنده قلب ما كيربي كبده. ما كذبش عليك، في امامو دو فيبلاس جي كرو بلي كيبغيني، هادشي علاش متشبت بيا. ساعه هو اختي عنده بحال الربح بحال الخساره، هو ما خسر والو، قضى بيا غرضه وهرب، وملي فتحته في لي فيونساي والزواج غبر بمره.
بصراحة أختي كريمة ما عرفتش شنو كان عجبك فيه. شعره غريب وديما ضفره بحل العيالات، وجهه كله زغبانة بتفقنت، الزواهق وحدة في حجبه ليمن والخرى في اليسر، بلا ما نتكلموا على اللي ملصق في ودنيه، أما اللبس مقطع كاع ما نهضره. الحصول شخصيته غريبة. أنا أختي كريمة اللي ما في حالناش بحالكم، واللي زعما كنطمح ناخد شي واحد باه لاباس عليهم مريش، ما ناخدش هذاك المريش بحال الدجاجة، واخا أنا عزيزة عليا الموضة وشوية سبيد. شنقول لك، ما عرفتش شنو عمل لي حتى ولفتو عام هنا. يمكن حيت ديما وجهي في وجهه في لانستيتو وفي ليكور دونجلي، زيادة على الجلاس معاه ديما في البيتزيريا، حتى ولا شكله بالنسبة لي عادي وأكثر من عادي، ولا الشكل الطبيعي هو الشكل اللي ماشي طبيعي وغريب في عيني. المهم أختي كريمة، دابا شنو المطلوب مني؟ بغيتك تعاونيني فيها منى. بحالاش أختي كريمة؟ سمعي، أنا بغيت نحاول معاه مرة أخرى، ولا بغى يلوحني بغيت حتى أنا نلوحو في شي مصيبة. ما يمكنش يخرج لي على مستقبلي ونسكت ليه، سيغطو أنا دغنيغ ما قلت لكش راجع خطبني واحد لو جان أن دكتور غزال شهوة منه ومن عائلة محترمة لا باس عليه، ولد مأدب وفريمون تخي جنتي وبوغو سان بلوس، غادي يزهق من يدي ونفقدو. أنا على ودك المشكل اللي وقع بيني وبين كمال ما غاديش نسمح ليه، امبوسيبل نسمح ليه. كيف خرج عليا كمال لازم نكدو حتى أنا ونفقص والدي عليه كيف غادي يفقص والدي عليا. شنو زعما كريمة؟ نقتلوه ولا؟ لا لا، ما يمشيش عقلك بعيد. ايوا شنو؟ بغيت نرزيه في شبابه، بغيت كيف رزاني في التمتع بشبابي، بغيت نتسبب ليه في شي حبس، بغيت نسجنه. وانتي اللي غادي تعاونيني يا منى اختي، ما يخصك خير معايا، وحنا عائله وحده ودم واحد، صرنا غادي يبقى بيناتنا. واخا اختي ما فهمتش بحالاش. سمعي يا منى، انتي ما عندك ناش تخافي، انا اللي بغيته هو نستغل اعجابه بك وبجمالك، فهمتيني؟ وانتي ما غادي يقيسك والو. فسري لي اختي، فسري لي يا كريمه، انا بعدا بيا اختي نعاونك، ولكن غير ضمني ليا ما يقيسني لا انا ولا امي ولا خويا فيصل ولا سمعتنا بشي حاجه. جو تو برومي، جو تو برومي، ما عندك مناش تخافي، كنوعدك انتي غير غادي تنفدي اللي في بالي وغادي تبقاي بعيد على هادشي. كوانك الله يرضي عليك. واه انت بغيتي تتزوج؟ ايوا صبر لهاد التصل الحماق. ولكن هادشي بزاف اخويا رحال. واه اش كتبرقمو تما؟ لا لا والو 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 استاذه زهيرو يا ام الغزاله سناء اللي غادي نفرحوا بعرسها هاد السنه. والو غير قال لي با جلول الا عيت بالكتبه ديال ليستات المتطلبات العرس نعطيه يكتب شويه الى عياويديه. ويلي على عياويديك، على شحال كاع وصلنا ياك هادي الورقه الثالثه؟ غير الورقه الثالثه وهيلكم، علاه حنا مازال في الورقه الثالثه؟ ايوا قيد قيد. بلاتي بلاتي يا ماما، بلاتي بلاتي، بعدا نسول جلو. ياك ما انت يا جاك هادشي كثير اجللتي. ها حتى دابا شوف راه مازال ما درنا في الطاجين ما يتحرق. انا اما عرشي يدوز مضخم ومخنتر ويدويوي عليه الصحابات المحسادات على الاقل عام، ولا ما بغيت لا زواج ولا عرس. لا لا سناء، اش وصلنا لهذا الكلام الحبيبه؟ مالك دغيا كتشعلي وكتقلقي؟ علاش كون حيد لك شي حاجه ولا خسر لك الخاطر او عز فيك شي طلب؟ غير امري يا لاله وانا ننفذ. ايوا هكا كجويليلي. جويليلي، واش من جويليلي يديرها ليا هاد القلب. وزيدون زهيرو بنت طامو الصقور خاص عرس بنتها بحالو ما يدورش على بنات السيخات المنافسات ديالي. العبارزية والمسنطحة والمروفزة والقنق حسن من بنتي انا ولا؟ حاشا حاشا الاستاذة، انت عرس لالا سناء غادي يكون فيه نعمة لالا الطايح كتر من النايض. غير كملي الطلبات واسماء الضيوف والضيفات المقتدرات والمقتدرين وصافي، وانت منيا وصلنا لالا خالاتك وعماتك. ايه لالا الجعبة وبنتها الشهبة، ولالا فخيتة وبنتها الكبيرة المنونخة، وعندك تنسى الصغيرة زوليخة المدوخة. درتها درتها، على أنا مدوخ ننسى المدوخة. ها عرفتي بعدا أش كيجيك مليح؟ خلي عائلتي حتى الليل نكون بقالتي بعدا، عاد نكتبوهم أنا وبنتي سناء براحتنا. إيوا لالا براحتكم، راه بعدا راه وصلنا لمئتين مرأة ومئتين وسبعين راجل و400 دري. يا واحد باغيه
تحسبي الباقي على راحتك؟ وشغلك اخويا انت؟ عائلتنا هذيك وعرسنا هذاك وحنا يا حرين فيه. لا لا لا، في الواقع ماشي شغلي، غير قلت انا زعما واش القاعة كاع غادي تجمع هادشي كله؟ حنا في ساحة جامع الفنا هذا وكان، ما انا غير فضولي. اسيدي واش بدل الليسته ديال الزواق وهنينا، وزبد الليسته ديال الماكله والليسته ديال الحلوه والليسته ديال الباس اللي غادي يجيبوا النقافات والليسته ديال الفطور، ودير فرقه وحده لوطيل ديال الصبوحي ولا فواتير الطويله اللي غادي تديهم الفندق. الفندق؟ اييه فندق سان كنجمات. واخا لالا امباركم سعود، اش اخر نجبد ونقيد؟ بقيت انا. انتي ومالك انتي؟ كيفاش مالي انا؟ انا غادي تكريو لي طيفور ذهبي وتزوقوه بالذهبي وتعملوا ليه غطا ذهبي وزواقه ذهبيين. وعلاش نسيبتي العزيزه هاد الطيفور؟ ويلك علاش؟ على ناس كل غادي يجيبني من عند الكوافوره ويديني للقاعه. الاستاذه الله يجازيك بخير، انا غير فهميني باش ما نتداق. دابا شكون العروسه؟ واش انت يا الحجه ولا بدك؟ ما عندي كسار وبحال بحال، وعلاه الا مكتب لي التزويجه العصره يحسدني شي حد ولا صباح حسن مني؟ المهم بنتي في الطوموبيل الطويله المزوقه بالورد وانا قدامها بالتيفور الذهبي، بس حياتها تدوز كتصدع وكتبري بحال الذهب. ويلي يا امي اش كتقولي يا الاستاذه؟ عباد الله واتسهلوني، بغيت نتسفل بالذهب، بغيت ندخل على فالو فالذهب فالزينه الخوت، بغيت نتهنى على بنتي وقبل ما نموت. لا هادي مشالي على الفريخ. العجب هذا فيصل، على حسب ما حكيت ليا عمر باباك عمي جلول ما كان منجرف لهذا الطريق. كيفاش وصل به التفكير يتزوج على ماماك لالا نزهة، السيده الطيبه المراه المضحيه واللي دوزت عمرها كتناضل من اجل تربيتكم والوقوف بجانب باباك؟ ورغم ذلك مع كامل الاسف هبه ضرب بعرض الحائط الوالد كل تضحيات ونضال الوالده. وهاني قلت لك باللي عزم على حساب كلام رحال يرتبط بشي وحده ما عرفنا لا اصلها ولا شكون هي ولا اشنو مركزها او مرتبتها الاجتماعيه، وما نظن غادي تكون الا شي وحده دون المستوى. كونها فكرات ترتبط براجل في سن الوالد الله يطول عمره. الله يطول عمره. ولا سمحت لي يا فيصل، ما غادي يكون طاغي على هذا الارتباط الا الهاجس المالي والمصلحه الماديه. اكيد هبه اكيد، بلا شك ما غادي يكون الا الطمع في داكشي اللي قبض هو اللي خلاها تخيتي تفكر في الزواج بالوالد. اعتذر على السؤال فيصل. لا 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 تفضلي، راكي وحده من ناهبه وخلاص، ما بقى فرق بيني وبينك. لازم نعرف عليك الصغيره والكبيره كيف لازم تعرفي عليا الشاده والفاده. علاش بغيتي تسولي يا هبه؟ واش الوالد قبض شي مبلغ مهم بزاف في هذه المغادره الطوعيه؟ وسبب سؤالي هو انني كنظن الا تقاضوا ليه دوك الفلوس يمكن يرجع لجده الصواب. انا الرقم ما عرفتوش بالضبط وبالتحديد، ولكن اعتقد انه مبلغ مهم لان مركزه واقدميته في الاداره كيخولوا ليه يخرج بمبلغ محترم، وحتى الراتب الشهري غادي يبقى مهم في كل الاحوال رغم الاقتطاع اللي غادي يحصل فيه. هنا جات رب ضاره نافعه ورب نافعه ضاره، وفي حاله بابا عمي جلول النفع ضره وان كان السبب هو الناس اللي تسلطوا عليه مسكين. اكيد هما اللي اثروا عليه وجالسين كياكلوا له رزقه، لهذا النفع اللي غادي يضرهم هو يتقاضوا ليه الفلوس باش يتفرقوا معاه وينفضوا من حوله ويعطيوه باتساع، لعل وعسى ترجع الامور لمجراها الطبيعي ويرجع عمي لخالتي ماماك. داكشي اللي وليت كنتمنى حتى انا هبه، امنيتي تسالوا لي هاد الفلوس قبل لا قدر الله يجني عليه هاد المال. لهلا يديرها فيصل. ومن يدري، احنا ولينا كنسمعوا الروح ولا تقطع على 200 درهم وشحال من واحد تقتلوه وما في جيبه والو كاع، فضلا عليه هو مسكين اللي كيدور بالملايين. يو هاد رحال ما قالكش فين ساكن؟ بزاز خرجت منه هاد الاعترافات، وغير حيت لقيت السهر مازال مأثر عليه وكيدخل ويخرج في الهضره ولسانه زل بشي كلمات، ومن ضمنهم ذكر شي بواط ما بواط واعتقد هي اللي كيسهروا فيها، وما ذكرها حتى قصحت مع الهضره من بعد ما سمعت كلمه الزواج والعرس. عاد قال لي باللي عاهدوا به ملي كانوا كيقصروا في هاد لابواط دنوي، وانا قررت انني نمشي على وعدي وسعدي يا هبه لهاد الاماكن المشبوهه باش نشوف واش مازال كيتردد عليها الوالد.
ولكن قبل من هذه العمليه هكاك هاني كومبوزيت الرقم ديال داركم، هضر مع الوالده خبرها بلا الوالد لبس عليه. برافو عليك هبه، سمحي لي سمحي لي. الو امي. الو وليدي فيصل، فين غبرتي النهار على طول ياك لاباس؟ لا 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 لاباس الوالده لاباس، غير كيف قلت لك قررت نقلب على دار داك المسخوط اللي على بالك. شكون داك رحال؟ هو شكون من غير امي؟ شكون وامضره وليدي لقيتيه؟ لقيتو لقيتو الله يلقيها عليه. واش من خبر على باك وليدي؟ هادشي علاش كنتصلوا بك انا وهبه امي. ياك لاباس وليدي، ياك ما عنده باس ولا ما طرطلو حتى شي حاجه مكروهه؟ لا لا امي لا ابدا، غير طمئني ما عنده والو، بخير وعلى خير، غير وكان السلطات اللي مسلطين عليه هما اللي مازال متلفينه. المهم الحمد لله، شي خطر اللي كنا خايفين منه ما كاين منه والو. ايوا الحمد لله وليدي على باكم الحمد لله. خبري امي الله يخليك، خبري منى باللي الوالد راه غير مسافر وراه تلاقيت شي سيد كان معاه وطمئني عليه. واخا وليدي غادي نكذب بزز مني باش اختك ما ياثرش عليها هذا الموضوع. سامحي لي الوالده سامحي لي. فيصل عندك وليدي تعطل في الليل، ما تخليش قلبي مهول عليك، رانا بغيتك ضروري. امي ياك لاباس. كنتم مع المسلسل الاجتماعي لا للضياع، شارك في هذه الحلقه فاطمه بن مزيان، ماريا صادق، احمد الناجي، بن عبد الله الجندي، جمال بن شيبه، جيهان مينا، وانور الجندي. هندسة الصوت محمد الناجي بمساعدة فاطمة لتيمي. المخرج المنفذ حميد زيان. لا للضياع، تأليف وإخراج أنور الجندي.